استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا في برنامج استوديو الحدث لهذا اليوم. إلى العناوين: ضحية بيروت الجنوبية تعيش ليلة مروعة بعد قصف قال الجيش الإسرائيلي إنه طال 12 مقر قيادة لحزب الله. سفير إسرائيل لدى واشنطن يقول إن الاتفاق مع لبنان قريب جدا وقد يحدث خلال أيام. النازحون في غزة يعانون جراء غرق خيامهم بمياه الأمطار، والداخل للقطاع لا يلبي 6% من احتياجاتهم. رئيس الوزراء العراقي يقول إن إسرائيل تهدد بلاده بذرائع واهية والبرلمان يجتمع. إصابة ربع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بالجرب خلال الأشهر الأخيرة، والشباك يلوم العدد الكبير. قصف الجيش الإسرائيلي حارة حريك في الضاحية الجنوبية بعد غارات وبعد إنذارات بالإخلاء، وشهدت ضاحية بيروت الجنوبية ليلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة، وسع خلالها الجيش الإسرائيلي نطاق أهدافه وقال إنه استهدف 12 مقرا للقيادة العسكرية لحزب الله. تفصيلا، قال الجيش إنه ضرب مقر قيادة الاستخبارات ووحدة الصواريخ البحرية في حزب الله والوحدة 4400 المسؤولة عن نقل الوسائل القتالية من إيران مرورا بسوريا إلى حزب الله في لبنان. كما تجدد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان لا سيما على وسط بلدة الخيام، فيما أفاد مراسل الحدث برصد 20 صاروخا أطلقها حزب الله تجاه الجليل ونهارية، خاصة أصيب إسرائيلي ووصفت حالته بالحرجة. من
مشارف ضاحية بيروت الجنوبية تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم. أهلا بك معنا غنوة. يعني شهدنا قبل قليل مزيد من الصور طبعا التي تتحدث عن أثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي باستهدافه لمقار تقريبا أكثر من مقر تابع لحزب الله. لك أن تضعي لنا كيف تسير هذه التطورات الآن الميدانية بعد هذه الليلة العنيفة. صحيح، أيضا منذ صباح هذا اليوم وصلت الصور، بعض الصور الفيديوهات التي أيضا تعكس حجم الدمار الذي حدث بعد الغارات التي استهدفت ضاحية بيروت صباحا، خاصة حارة الحريك وحارة الحريك وبرج البراجني. هذه كان هناك استهداف بحسب السكان لمبان سكنية في تلك المنطقة صباح هذا اليوم، أدت إلى انهيار الأبنية وحجم من الأضرار في الأبنية المجاورة أيضا. وإن كان أيضا الصور التي وصلت كما ذكرت منذ يوم أمس هناك حجم دمار كبير في الشوارع، إن كان في الغارات التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية خلال ساعات المساء أو الكفاءات في ضاحية بيروت الجنوبية أيضا خلال ساعات النهار، كان هناك حديث عن دمار في أكثر من شارع في شوارع متعددة وأبنية أيضا عديدة. إذ تستمر الغارات المتوالية على ضاحية بيروت الجنوبية إن كان في ساعات الصباح أو خلال ساعات النهار استمرارا لساعات الليل، ومعها يزيد حجم الدمار في تلك المنطقة، وفي كل يوم يمر يعني بأن مزيد من الأبنية تنهار. الجيش الإسرائيلي يقول أنها نقاط لحزب الله ومقرات لحزب الله، ولكن السكان يقولون أنها مؤسسات تجارية، أبنية سكنية تابعة لهم أمام منازلهم، بما يعني بأنه في كل يوم تستمر هذه الحرب مزيد من السكان ومزيد من المواطنين لن يكونوا قادرين على العودة إلى منازلهم بعد انتهاء الحرب. نعم، طيب ماذا عن المدنيين؟ يعني دائما ما تأتي إنذارات من الجيش الإسرائيلي لأحياء معينة في الضاحية الجنوبية، هل هناك عودة لهؤلاء المدنيين إلى منازلهم لتفقدها، أم فعلا الجميع خرج من الضاحية الجنوبية يعني تحسبا لأي ضربات غير منذر عنها قبل؟ معظم الأهالي في تلك المناطق التي يتم استهدافها بشكل مستمر غادروا تلك المناطق، ربما في منطقة الشياح لا يزال هناك بعض على العائلات، ولكن أيضا عدد قليل من العائلات في بعض المناطق التي تقع على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية مثل الطيوني. هذه المناطق أيضا لا يزال فيها السكان، ولكن هذه المناطق لا تستهدف بشكل متكرر ويكون عادة هناك إنذار قبل استهدافها. وأيضا الجيش اللبناني لدى صدور تحذير من الجيش الإسرائيلي عادة يمنع السكان من الدخول إلى ضاحية بيروت الجنوبية، وبطبيعة الحال مع الاستهداف المتكرر لضاحية بيروت الجنوبية الذي بدأ منذ أسابيع باستهداف أيضا خلال ساعات النهار، دخول السكان إلى الضاحية لتفقد منازلهم يعني بات السكان أكثر حذرا لاتخاذ خطوات مماثلة، علما بأن الجيش الإسرائيلي عادة في بعض الأحيان في أحيان كثيرة لا يصدر إنذارات تماما كما حدث عندما استهدف البسطة الفوق في وسط بيروت، وفي كل المرات التي استهدف فيها بيروت كانت تلك الاستهدافات بدون سابق إنذار وأدت إلى مقتل عدد كبير من المدنيين. شكرا من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية مراسلة الحدث غنوة يتيم. قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن إن الاتفاق مع لبنان قد يحدث خلال أيام. وأضاف السفير الإسرائيلي لدى واشنطن أن بلاده باتت قريبة جدا من اتفاق في لبنان. مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كان قد قال إنه لا يرى أن الحكومة الإسرائيلية مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
لا أرى أن الحكومة الإسرائيلية مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. الآن مرة أخرى نسمع أن وقف إطلاق النار وشيك، وكما قلت سمعت ذلك عدة مرات، سمعته في لبنان وسمعته في غزة، ويبدو أن إسرائيل تضع مرة أخرى شروطا جديدة لوقف إطلاق النار هذا. يأتي هذا بينما قال مسؤولون سياسيون في إسرائيل أن الأمور تسير نحو تسوية في لبنان تقضي بوقف إطلاق النار حسب صحيفة معاريف الإسرائيلية. تقارير إعلامية غربية تحدثت بدورها عن ضمانات أمريكية كبيرة مطروحة على طاولة المفاوضات، وأشارت إلى أن مناقشة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهت بإعطاء الضوء الأخضر من حيث المبدأ للمضي قدما في اتفاق التسوية مع لبنان. وتضيف التقارير أن المبعوث الأمريكي عموس هوكشتين سلم رسالة إلى لبنان، وأن بعض الثغرات لا تزال موجودة ويجب معالجتها. وكان هوكشتاين هدد إسرائيل بإنهاء جهود الوساطة إن لم توافق على وقف النار خشية تحويل القضية إلى مجلس الأمن بحسب موقع أكسيوس. يشار إلى أن المباحثات ناقشت أيضا الدور الفرنسي في اللجنة التي ستشرف على الاتفاق وضرورة تقليصه. من جانبها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن المباحثات تمحورت حول مسألة حرية تحرك الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود السورية اللبنانية، فيما قالت تقارير أخرى إن الأمر لا يتعلق بترتيب نهاية الحرب أو التوصل إلى اتفاق نهائي، بل يتعلق بوقف لإطلاق النار لستين يوماً. إذن مشاهدينا، تواصل الأطراف الإقليمية والدولية جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في لبنان، وتعددت التقارير حول شروط الاتفاق وعناوينها. أولا، فلجنة المراقبة اعتبرتها التقارير بالعقبة غير الأساسية ويمكن معالجتها في أي وقت يعلن فيه الوصول لاتفاق، خاصة أن الولايات المتحدة هي الراعية الأساسية لهذه العملية. ثانيا، بالنسبة لتهريب السلاح فتم الاتفاق على أنه لن يسمح بوصوله عبر المرافق اللبنانية جوا أو بحرا، مع تشديد مراقبة الجيش والأجهزة الأمنية فيما تبقى مشكلة التهريب عبر الحدود البرية. أما المحور الثالث هو فصل الساحة اللبنانية عن الساحة الفلسطينية سواء مباشرة وميدانيا، وهذا أمر ينتهي بمجرد تطبيق الاتفاق، أو غير مباشر من خلال جعل الساحة اللبنانية مقرا لتحرك المنظمات الفلسطينية. أما الموضوع الرابع فيتعلق هنا بانتشار الجيش اللبناني تزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي وسحب السلاح من جنوب الليطاني، مع تحديد مهلة زمنية لعودة النازحين، وهي أمور يمكن معالجتها متى تم التفاهم على وقف إطلاق النار. وفيما يتعلق باتفاق خاص بين إسرائيل والولايات المتحدة فيعتبر شأن خارج حدود الاتفاق أو مسؤولية لبنان، طالما أنه لا يدخل في بنود الاتفاق ولا يمكن مناقشته. من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي يوسف دياب. أهلا بك معنا سيد يوسف. أولا، هل فعلا بات لبنان قريبا من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار؟ وماذا عن الشرط التحايلي الذي أبرم ما بين واشنطن والولايات ما بين نتنياهو والولايات المتحدة للرئيس ترامب أو بايدن بإمكانية وحرية العمل الإسرائيلي متى ما ترى المصلحة الإسرائيلية ذلك في الأراضي اللبنانية؟ صباح الخير. يعني لا شك أن الاتصالات السياسية والدبلوماسية التي تجري عبر عواصم القرار، خصوصا ما بين واشنطن، فرنسا، تل أبيب، هي تدفع باتجاه وقف إطلاق النار بشكل سريع، خصوصا وأن العمليات العسكرية الإسرائيلية سواء في التقدم البري أو في الاغتيالات التي تطال مسؤولين لحزب الله في عمق العاصمة بيروت، أو التدمير المستمر في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب، يدل على أن إسرائيل تمارس أقصى درجات الضغط على حزب الله لتقديم تنازلات
في هذا الموضوع، لكن أنا أعتقد اليوم أن المبالغة في التفاؤل بهذه المسألة في غير مكانها. هذه التهاني ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الإعلام، حتى الإعلام الإسرائيلي، عن قرب التوصل إلى وقف إطلاق نار، لكن سرعان ما تتبدد هذه الأجواء. اليوم الشروط التي تفرضها إسرائيل على الاتفاقية هي أشبه بشروط استسلام. واضح اليوم أن حزب الله ليس مرتاحا على الجبهة الجنوبية رغم كثافة الصواريخ التي أطلقها بالأمس، وليس مرتاحا للوضع الداخلي الذي بدأ يشعر بتململ كبير جراء الغارات الإسرائيلية والتدمير والقتل والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين، وبالتالي هو مضطر لتقديم تنازلات. مؤشرات هذه التنازلات يعني صدرت في الكلام الأخير أو في الخطاب الأخير لأمين عام حزب الله نعيم قاسم، الذي قال أننا نترك التفاوض للرئيس نبيه بري، ونحن كمقاومة نقاوم الاحتلال عندما يصل إلى الأرض ونلتحم معه. بمعنى أن غير حزب الله سرديته السابقة بأنه لا يمكن فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة، لقوله بأنه لا يمكن أن يخضع لشروط إسرائيلية أو أمريكية. واضح عندما يتجاوز أمين عام حزب الله كل هذه الشروط القاسية يعني أن هناك شيئا ما يتحضر على الأرض. لكن السؤال، هل يقتنع بنيامين نتنياهو بأن يذهب باتجاه وقف إطلاق نار حتى لو كان ذلك لصالح إسرائيل ولصالح حكومته؟ أعتقد أنه طالما أن الميزان الميداني يميل لصالح إسرائيل والتقدم البري بات تقدما ملموسا، يعني قبل أن ندخل إلى هذه المقابلة كان هناك حديث عن أن إسرائيل يعني أجرت عملية التفاف على مدينة الخيام ودخلت إلى دير ميماس، وبالتالي الوضع الميداني يناسب الإسرائيلي، ليس لأنه لا يريد وقف إطلاق النار، بل هو يعتقد بأن التقدم البري، الوصول إلى مجرى نهر الليطاني، يجعل الشروط الإسرائيلية أكثر شدة وأكثر قساوة مما هي عليه الآن، وبالتالي هو يفرض شروطه في المرحلة المقبلة. طيب سيد يوسف، طالما هناك تفاؤل حذر يعني بإمكانية وقف إطلاق النار، بالنسبة بأن التصريحات الإسرائيلية التي تقول بيروت ستهتز، وهذه المرة في التصريحات أيضا ربطوا بالحكومة اللبنانية بأنه فيها جزء كبير أو عناصر محركة لهذه الحكومة هي عناصر تابعة لحزب الله، فبالتالي مصالحها في العاصمة بيروت مهددة، إلى أي مدى هناك فعلا خشية سياسية لبنانية من الذهاب أبعد من بيروت في الضاحية الجنوبية وبيروت الإدارية إلى بيروت فعلا العاصمة العربية؟ نعم تهاني، وأكثر من ذلك، التهديد الإسرائيلي قال أنه سيضرب مصالح الحكومة اللبنانية. اعتبرت يعني بني غانتس اعتبر بالأمس أن الحكومة اللبنانية تعطي الضوء الأخضر لحزب الله لإطلاق الصواريخ في العمق الإسرائيلي وعلى تل أبيب، وبالتالي على الحكومة يعني أن على إسرائيل أن توجه ضربات إلى أصول الحكومة. عندما نتحدث عن أصول الحكومة فهذا يعني تطور في الفكر الإسرائيلي في هذه الحرب. قد يكون هناك ضرب لمنشآت حكومية، للجسور، للطرقات، وربما لمقرات حكومية، ولا نستطيع أن نفصل ذلك عن التهديد الذي ورد ليلة أمس. لا نعرف إذا كان تهديدا رسميا بأن إسرائيل قد تقدم على ضرب المقر المجلس النيابي بزعم أن نواب حزب الله يقيمون فيه، وبالتالي قد نكون أمام مرحلة مقبلة لا إمكانية فيها للحديث عن تسوية سياسية، طالما أن إسرائيل تطبق خطتها المنهجية وعلى مراحل وبالتدريج. هل اليوم الواقع السياسي والواقع الأمني يعطي إسرائيل الحق بأن تذهب أكثر في تصعيد عمليات؟ أقول نعم، لأن إسرائيل اليوم واضح أنها تريد أن تؤدب، ليس حزب الله فيها، بس تؤدب الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية من خلال التوجيه لمؤسسات الدولة، توجيه التهديدات، وهي تعتبر أن حزب الله جزءا من الحكومة اللبنانية، وبالتالي على هذه الحكومة
أن تتحمل المسؤولية عما يقدم عليه حزب الله. لذلك أنا أعتقد أننا أمام أيام صعبة، حتى لو كان هناك محاولات لاحتواء الوضع، فالمعلومات تقول بأن هذا الاتفاق ربما يذهب بعد أسبوعين أو أكثر لتوقيعه أو للموافقة عليه من كل الأطراف. نعم. وعندها نكون يعني أمام مرحلة صعبة من التصعيد. طيب. الإسرائيلي ومن التدمير. نعم. ومن الاغتيال ومزيد من المجازر. إنذار المبعوث الأمريكي الذي يعني فهم بأنه سحب للوساطة، ولكن الجانب الآخر يقول بأن القضية ستتحول إلى مجلس الأمن ليتم توقيع الاتفاق. في هذه المرحلة متى ممكن لبنان أن يدرك بأنه هل سيكون له مكاسب إذا تحولت القضية إلى مجلس الأمن مثلا لتوقيع الاتفاق لوقف إطلاق النار، أم الميدان هو الذي سيفرض هذه المكاسب سواء كانت إيرانية، عذرا، سواء كانت إسرائيلية أو مكاسب تابعة أيضا لحزب الله؟ لا طبعا الميدان هو الذي سيفرض شروطه، سواء كانت الأمور باتفاقية أو بقرار من مجلس الأمن الدولي. للأسف يعني هذا الأمر عالق بيد الوسيط الأمريكي، الذي واضح أنه يعني لا يستطيع أن يمارس ضغوط على نتنياهو في هذه المرحلة. نتنياهو يعرف تماما كيف يلعب على الوقت الضائع الأمريكي، يعرف أن الإدارة الحالية الآيلة إلى الذهاب هي إدارة غير مؤثرة ولا يمكن أن يخضع لقراراتها أو لأوامرها أو لشروطها، ويتطلع إلى وصول دونالد ترامب بعد أسابيع قليلة وهو قد يكون مطمئن أكثر من ذلك. الكل يعرف اليوم تهاني أن الإدارة الأمريكية التي تتشكل برئاسة ترامب هي إدارة تقريبا منحازة لإسرائيل أو منسجمة مع سياسة إسرائيل، وقد يكون نتنياهو يتطلع إلى تلك المرحلة، بمعنى أنه قد يعطي إلى ترامب ما لا يعطيه إلى بايدن، وبالتالي عندها تكون الأوضاع بالنسبة لإسرائيل أفضل على الأرض، مزيد من التقدم، مزيد من الإنجازات بين هلالين، وعندها هو من سيفرض شروطه بإسناد وبدعم أمريكي واضح. لذلك أنا أعتقد أننا في مرحلة هي لتقطيع الوقت، لحرق الوقت، إلى أن تتبدل الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض. طيب، هل يدور الحديث في الأوساط السياسية اللبنانية أيضا الآن؟ الأمر لا يتعلق فقط، على الأقل هذه المرحلة يتحدثون عن حزب الله، ولكن في لبنان في مخيمات فلسطينية، بعض هذه المخيمات يهرب إليها السلاح، ويعني بين حين وآخر تطلق هناك صواريخ كانت لا يعرف من أين تطلق باتجاه إسرائيل. هل هذا الملف الآن ممكن أن يطرح على طاولة المباحثات إذا تحول الموضوع إلى مجلس الأمن؟ الكل يعرف تهاني أن كل التنظيمات الفلسطينية المسلحة في لبنان وكل الخلايا العسكرية والأمنية هي مرتبطة مباشرة بحزب الله. حزب الله من يقود كل هذه المجموعات، هي ضمن غرفة عمليات مشتركة برئاسة حزب الله، وهذا ما تحدث عنه أمين حزب الله الراحل حسن نصر الله. عندما تحل عقدة حزب الله أو عندما يتفق على سلاح حزب الله، أو كما يقال يعني عندما يقايد على رأس حزب الله، تنتهي تلقائيا هذه المجموعات سواء الفلسطينية وغير الفلسطينية، وبالتالي نحن أمام مرحلة من شد العصب ومن الكباش. لكن أنا أعتقد هذا الحل سيأتي، شئنا ما بينا، سيأتي اليوم بعد أسبوعين بعد شهرين. لكن السؤال، ما هو الثمن الذي سيدفعه لبنان والشعب اللبناني إلى أن نصل إلى تلك المرحلة؟ على الأرض هي التي ستحكم. نتمنى لو كان حزب الله يقتنع بأن يوقف هذه الحرب وأن يوفر على اللبنانيين مزيد من الدماء ومزيد من الدمار، وأن يقتنع منذ البداية بفصل جبهة لبنان عن جبهة غزة. لا هو استطاع أن يفيد غزة ولا استطاع أن ينقذ لبنان. شكرا من بيروت الكاتب الصحفي يوسف دياب، شكرا لك. استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا إصابة 15 في طول كرم بصواريخ لم يتبين مصدره خلال تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل.
الآن تتقدم قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته. مية تكفي كل النازحين ما فيش، أكل يكفي كل النازحين ما فيش، الناس بتمشي فوق بعض. أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من مراكز الإيواء في منطقة شرق جباليا. إحنا تعبنا من تنقلنا من مكان لمكان. وين العدل؟ وين الدين؟ وين الضمير؟ بقصف كل المصابين أطفال، نساء، كبار في السن. لا نريد منكم مساعدات، نريد الضغط على الاحتلال بوقف عدوانه وقتل أطفالنا ونسائنا. مش عارفين وين نروح إحنا. الآن تحرق هذه المدارس ومراكز الإيواء. ما رضينا نطلع إحنا. مش عارفين إيش نعمل، يا علي دخيل الله موقف الحرب يا علي. أوقفوها، تعبنا والله تعبنا. الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص، وأناسا بلا عناوين. من جديد، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية مقتل شابين في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية. وأضافت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة يعبد من مدخلها الشرقي لتندلع على إثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي. في السياق، ذكرت مصادر طبية وشهود عيان أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي بكثافة ومن مسافة قريبة صوب الشابين. في رام الله، تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام قرية المغير شمال المدينة لليوم الثاني على التوالي، حيث حولت أحد منازل المنطقة لمركز تحقيق فيما اعتقلت عددا من الشبان. إلى ذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة أكثر من 15 فلسطينيا بجروح متوسطة وخفيفة ونقلهم إلى المستشفى عقب سقوط شظايا صاروخ لم يتبين مصدره خلال تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل. وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، تنوعت الإصابات بين حروق ورضوض. مزيد من التطورات الميدانية من رام الله، ينضم إلينا مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان. أهلا بك معنا عبد الحفيظ، الكلمة لك لتشرح لنا ما الذي جرى وما هي التحسبات للساعات المقبلة، تفضل. نعم، تهاني الإجراءات الإسرائيلية على حالها في الضفة الغربية، الاقتحامات، التوغلات داخل المدن، عمليات الاعتقال المتواصلة، وحتى المواجهات الخفيفة التي كانت عادة ما تقتصر على إطلاق الجنود الإسرائيليين للرصاص المطاطي والقنابل الغازية، أصبحوا يستخدموا الذخيرة الحية بشكل كثيف، وربما هذا الذي أودى بحياة شابين فلسطينيين يوم أمس في بلدة يعبد جنوب جنين. مواجهات عادية انقلبت فورا إلى استخدام من الجنود الإسرائيليين للذخيرة الحية لقمع الشبان والفتية الفلسطينيين. اليوم هناك أيضا توغل إسرائيلي واقتحام لقرية المغير لليوم الثاني على التوالي، بذريعة أن أطفال في هذه القرية يقومون بإضاءة أشعة الليزر أو أضواء الليزر باتجاه مركبات المستوطنين التي تمر في محاذاة الطريق. بعض النشاطات أيضا الاستيطانية المكثفة الموجودة في منطقة أغوار نهر الأردن شرقي الضفة الغربية، عمليات هدم مستمرة لبعض البيوت الخاصة بالبدو أو بعض البراكيات الخاصة بالمزارعين الفلسطينيين، إضافة لعمليات الاعتقال. هذه الليلة كان هناك 18 عملية اعتقال حتى الآن، يعني ومنذ 7 أكتوبر اعتقلت القوات الإسرائيلية نحو 12,000 فلسطيني، عملية اعتقال نفذتها القوات الإسرائيلية منذ ذلك الوقت حتى يومنا الحالي. شكرا لك على كل هذا الإيجاز من رام الله، مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان.
فضلا عن عذابات الاعتقال، هاجم مرض الجرب سجون الاعتقال الإسرائيلية ليفتك بنحو ربع الأسرى الفلسطينيين بالأشهر الأخيرة. التقارير الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية أكدت انتشار الجرب بين السجناء الفلسطينيين بسبب سوء الرعاية الطبية بشكل عام، إضافة إلى الاكتظاظ الشديد في مرافق السجون التي يقبع اليوم فيها نحو 23 ألف أسير، وهو أعلى ب60% من سعة السجون المحددة ب14,500 سجين. وردا على التماس قدمته منظمات حقوقية للمحكمة العليا، اعترفت مصلحة السجون بالأمر، مشيرة إلى أن إلغاء بعض اجتماعات السجناء مع محاميهم وتأجيل جلسات المحكمة لكن دون وقفها رغم طلب المحاميين والمعتقلين المرضى. جهاز الشباك الإسرائيلي قال إن السبب الرئيسي لتفشي المرض يرتبط بالمعتقلين الجدد من غزة والضفة الغربية، زاعما أنهم كانوا مصابين بالجرب قبل دخولهم السجون لكن دون ظهور الأعراض. أحد السجناء الفلسطينيين من الذين أطلق سراحهم قال إن مصلحة السجون رفضت علاج المعتقلين بحجة أنهم إرهابيين وفق التقارير. من رام الله الأسير السابق والمتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أهلا بك معنا سيد عبد الفتاح. يعني هذه المرة لن نتحدث سياسيا بقدر ما نركز ما الذي يجري في سجون الاحتلال من طرق التعذيب بترك الأمراض تنتشر إلى هذا الحد، وأين هي المنظمات الدولية حتى يعني تلقي بالا لما يجري في هذه المعتقلات؟ تحية لك سيدة هاني، المشاهدين الكرام، وشكرا لكم على تسليط الضوء على هذا الموضوع والذي لا يقل أهمية عما يحصل في فلسطين. حقيقة سيدة هاني، يعني ما بعد 7 أكتوبر، أول ما شن هذا الاحتلال عدوان انتقامي بدأه على الأسرى داخل سجون الاحتلال، ولربما الكل يعلم أن ما يسمى بوزير الأمن الداخلي المسؤول عن إدارة سجون الاحتلال هو المتطرف المجرم بن كفير، والذي أخذ إجراء سريعا يتعلق بالأسرى، فشن هذا الاحتلال عدوانا على كل الأسرى في السجون وصادروا كل ممتلكات الأسرى وحولوا غرف السجون إلى زنازين للتعذيب، صادروا كل ممتلكاتهم إلا ما يرتديه الأسير وفقط، وكل ما يوجد في غرف السجون صدرت تماما إلا من فرشة رقيقة من دون مخدة، من دون غطاء، من دون وجه لهذه المخدة، فقط إسفنجة صغيرة وقطع عنهم الماء وصدرت مواد التنظيف وصدر كل شيء منهم وانهالوا عليهم بالتعذيب يوميا وأكثر من مرة في اليوم على الغرف وعلى الأسرى. وارتكب هذا الاحتلال كل أشكال التنكيل والتعذيب والمبيقات بحق الأسرى، وصلت حد الإعدام تحت التعذيب والأسوأ حالات الاغتصاب، والأسوأ أيضا عندما استخدموا الكلاب المدربة لاغتصاب الأسرى، وكذلك عندما استخدموا أنابيب الإطفاء وفوهات الأنابيب بوضعها، عفوا لهذا التعبير، في مؤخرات أحد الأسرى وفتح الماء على الضخ العالي في جسد الأسير حتى استشهد. وبالتالي ما يمارس من تنكيل، وأنت تحدثت في هذا الموضوع بالتوازي مع ذلك، هذا الأمر وهذا التعذيب وهذه المصادرة لممتلكات الأسرى ومواد التنظيف حولت السجون إلى مكان ينتشر فيه المرض، وتحديدا مرض الجرب لسكابيوس، للدرجة التي حول فيها السجان أجساد الأسرى إلى أداة تعذيب ذاتي إلى جانب أدوات التعذيب التي يستخدمها هذا السجان، وكل ذلك يعني يوثق بشهادات. أين منظمات المجتمع الدولي؟ بكل أسف غائبة تماما، على الرغم أن كل شهادات الأسرى، كل شهادة تأتي هي أشد فظاعة من التي سبقتها. في البداية عندما استمعت إلى أولى الشهادات كان الأسرى يقولون أن الدماء وراحة الدماء تنتشر في الأقسام، من ثم وصل موضوع الإعدام تحت التعذيب، 41 شهيد خلال سنة واحدة فقط، وأكثر من ذلك عمليات كل موثق، وكنا نقول لن نستمع إلى شهادة أشد فظاعة من هذه الشهادة، وتأتي ما هي أشد منها لم نكن نتخيل. يعني نحن نعرف أن هذا الاحتلال بشع وهذا السجان بشع ويمارس كل أشكال التنكيل، لكن لم نكن نتوقع أن العقلية والسلوك البشري يمكن أن يصل إلى هذا الحد من التعذيب. ابن كفير هذا المتطرف نشر، إدارة السجون الاحتلال نشرت أكثر من فيديو وهو على رأس تعذيب الأسرى،
يعني هو يقدم للعالم دليل إدانة وأننا نعذب الأسرى، ولم يفعل العالم شيء رغم أن هذا الاحتلال يجاهر بما يقوم به بحق الأسرى والأسيرات طبعا داخل السجون. طيب عملية التعذيب، يعني هل عملية التعذيب تختلف ما بين الأسير المدني عن الأسير العسكري؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، هذه البشاعة هل هي نابعة من عقيدة مثلا؟ يعني لما تتكلم عن بن غفير إنه هو كان موجود وقت عملية التعذيب، هو يعني كما توصفه التقارير بأنه رجل متطرف متشدد دينيا بشكل كبير، هل هذه في العقيدة اليهودية أساسا يعني أنهم يعذبوا من خارج هذه الملة أو من خارج هذه الديانة؟ صحيح، هذه عقليتهم وهذا سلوكهم، هم يتعاملون أن كل أحد غير الشعب اليهودي هم من الأغيار، هذه عقيدتهم. بن غفير ما قبل 7 من أكتوبر بكثير عندما استلم ما تسمى وزارة الأمن الداخلي ذهب إلى السجون وقال أن السجون تعيش في حالة من الرفاهية. طبعا الحركة الأسيرة راكمت على مدار سنوات الاعتقال عبر معارك الأمعاء الخاوية والإضرابات المفتوحة عن الطعام حسنت من ظروف حياتها المعيشية، هو قال أن هذه زوائد ويجب أن تنتهي، وحاول أن ينقض على الحركة الأسيرة. في ذلك الحين اتفقت الحركة الأسيرة على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام فتراجعت إدارة السجون. مع 7 من أكتوبر وجد ضالته بالانقضاض على الأسرى. سيدة هاني، أنا أمضيت 12 سنة داخل السجون ولن أتحدث في تجربتي بالمقارنة مع ما يحدث اليوم. أنا سألت الأسير المحرر كريم يونس 40 سنة في سجون الاحتلال، الأسير المحرر فخر البرغوثي 34 سنة في سجون الاحتلال، هم عاشوا أصعب ظروف الحركة الأسيرة قبل أن تتحسن ظروفها المعيشية. هم يقولون أن كل تلك السنوات لا توازي هذه السنة الأخيرة، ولم يحدث في تاريخ الحركة الأسيرة ما يحدث اليوم. قبل أيام تحرر أسير بعد 22 سنة من الاعتقال، هو يقول 21 سنة في كفة والسنة الأخيرة في كفة أخرى. طيب سيد عبد الفتاح، فقط نحن الآن نعرض هذه الصور مشاهدينا. دولة الإمارات قالت بأنها ألقت القبض على قتلة المواطن المولدوفي، حتى الآن أعتقد هي خلية أوزبكية إن لم تكن هذه المعلومات صحيحة، يعني هذا كان متداول حسب التقارير يوم أمس لما تم نشر عملية إلقاء القبض، والآن هذه هي الصور التي تعرض أمامكم على الشاشة. طيب سيد عبد الفتاح، يعني هو الواحد مهما سأل صراحة يعني يحس أنه مو قادر يستوعب الكلام اللي جالس ينقال من اللي بيحصل في المعتقلات، ولكن عذرا عادة أو هذا ما يتم السماع عنه أنه بعض المعتقلات في شروط معينة يتم يعني هي لها آلية معينة، في شروط معينة، مراعاة ظروف معينة تحدث في بعض المعتقلات على الأقل اللي يتم عليها بعض الرقابة، هل هذا الأمر ينطبق على معتقلات الجيش الإسرائيلي؟ إلى حد ما كان موجود بالفعل التفاهمات التي نجمت عن الإضرابات المفتوحة عن الطعام. هناك قانون إدارة السجون وهناك يعني ما يشبه القانون وهي الالتزام بالتفاهمات والاتفاقات الناجمة عن الإضرابات، هذا كله انتهى تماما اليوم. لا يوجد قواعد، لا يوجد شروط، لا يوجد قانون، لا يوجد تفاهمات، كل شيء سقط وما يمارس فقط القتل. قال لي أسير قبل أيام قليلة يعني قال ليس فقط يعني الموضوع أن رائحة الدماء تنتشر في الأجسام، قال قطع من أجساد الأسرى منتشرة، وقال لي ينام الأسير ولا يعتقد أنه سيصحو حيا، يعني ما بتوقع أنه اليوم التالي راح ينجو يعني ويظل حي أمام ما يمارس بحقهم. كشف لي عن جسده عن قدميه ورأيت يعني ما يعرض الآن على أقدام أحد الأسرى المحررين كيف أن هذا المرض انتشر في جسده وكيف تحول جسده إلى جلد مشوه نتيجة هذه البقع والدمامل الدامية التي انتشرت نتيجة مرض الجرد، وهم يقولون أنهم يعني يقدمون علاج، ما من علاج أبدا. كنا نخشى على الأسرى المرضى وكنا نسميها سياسة الإهمال والإعدام الطبي، اليوم ما من علاج، كل الأسرى حياتهم مهددة بالخطر وكل الأسرى يتعرضون للتعذيب بشكل أو بآخر ولا يخرجون إلى المحامي، لأن الأسير بعد أن سمحوا للمحامي طبعا منعوهم فترة طويلة أن يصلوا إلى السجون، الأسير الذي يخرج إلى المحامي يخرج وهو يتعرض للضرب على مدار الطريق في الذهاب والإياب، كل أشكال يعني لم يخطر على بالنا أن نتحدث، وكل يوم نسمع حكاية وقصة جديدة والعالم صامت على ذلك ولا يقومون بأي فعل حقيقي للكشف عما يحدث ولوضع حد لهذه التجاوزات والتعذيب والتنكيل الذي يحدث مع الأسرى داخل السجون، وهو مخالف لكل اتفاقيات جنيف
الثالثة والرابعة فيما يتعلق بالأسرى وكل ما يتعلق أصلا نعم. بسلوك البشر والآدميين. شكرا من رام الله الأسير السابق والمتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة. أطلع عضو مجلس السيادة نائب قائد الجيش السوداني شمس الدين كباشي على مجمل الأوضاع بولاية النيل الأزرق، لا سيما الإنسانية والأمنية والاقتصادية. وأكد كباشي لدى لقائه حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدابادي، أكد حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات والتحديات لإرساء الأمن والاستقرار بالولاية وضمان سير العمليات الإنسانية. من جانبه شدد بادي على أن الولاية ظلت صامدة بفضل الجيش والمواطنين أمام قوات الدعم السريع. هنا نورنا بالنسبة للأوضاع العامة في النيل الأزرق، الأوضاع الأمنية في المقام الأول والاقتصادي والإنساني. حقيقة طبعا النيل الأزرق من المناطق المتأثرة بالمشاكل الحاصلة في السودان، خاصة يمكن مشاكل الأمنية، لأن المنطقة طبعا عانت كثير جدا، يعني أصبحت مسؤولة معزولة من المركز. جينا نورناه برضه بالنسبة للضغط العسكري بالنسبة لميليشيات الدعم السري، ولكن نورته بالنسبة إن النيل الأزرق فعلا يعني صامد، وإن شاء الله حتظل صامد أمام العدو، وإن شاء الله برضه الأمور كلها تمشي بطريقة كده كويسة جدا. فأيضا نورت السيد عضو مجلس السيادة الفريق أول كباشا بالنسبة لمشاكل النازحين ومشاكل العائدين، مشاكل بتاع مشاكل عائدين بصفة خاصة كده، لأنه المنطقة عانت كثير جدا بأوضاع طوعية غير يعني مرتبة من المنظمات الدولية. وبعد إعلان الجيش السوداني استرداد مدينة سنجا في ولاية سنار، أعلنت قوات الدعم السريع تنفيذ ما أسمتها عملية نوعية في منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أم درمان، ودمرت عددا من الطائرات الحربية والمسيرات والآليات. وقالت إنها استهدفت خبراء أجانب تابعين للحرس الثوري الإيراني يعملون في المنطقة العسكرية المهمة. لنستطلع الأوضاع الميدانية من بورت سودان ينضم إلينا مراسل الحدث المقداد حسن، أهلا بك معنا. مقداد، ما هي تشكل الخريطة العسكرية الآن بعد احتدام الصراع في مناطق لا سيما قريبة من العاصمة الخرطوم؟ مرحبا تحاني. تشكل الخارطة العسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم ربما هو بعد 26 من سبتمبر الماضي، بعد أن أقدم الجيش السوداني ولانفتاح عملياتي كبير في محاور ربما تعدد بأنها 7 في العاصمة السودانية الخرطوم. اليوم هذه المحاور هي تتواصل فيها العمليات القتالية بصورة أو بأخرى، لكن هذا الصباح شهد هدوءا نسبيا في عدد من هذه المواقع. نتحدث عن محور مدينة بحري في الأحياء الشمالية ومنها إلى الأحياء الجنوبية التي يحاول الجيش السوداني التقدم منها. أيضا نتحدث عن محور المجرن في وسط العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني كان قد قدم من مدينة أم درمان وعبر جسرين أساسيين استراتيجيين كان بهدف الوصول إلى عمق العاصمة السودانية الخرطوم، لكن ما تزال قوات الدعم السريع في هذه المنطقة هي يعني تحافظ على بعض المواقع المهمة وتحتدم فيها العمليات العسكرية في مدينة الخرطوم. أيضا حسب معلوماتنا أن الأوضاع الميدانية تشهد هدوءا نسبيا، لكن بعد ليلة سمعت فيها أصوات المضادات الأرضية بصورة كثيفة من قبل الجيش السوداني في الأحياء الشمالية من مدينة أم درمان. نتحدث عن الأحياء القريبة من قاعدة وادي سيدنا العسكرية. ليلة الأمس كانت قد سمعت فيها أصوات المضادات الأرضية وهي تتعامل مع مسيرات جوية تابعة للدعم السريع تحاول استهداف هذه المناطق الشمالية. بعض المعلومات تشير إلى أن عدد من هذه المسيرات سقط، وسمعت أصوات المضادات الأرضية هي يعني تستمر لساعات طويلة من ساعات الليل. بعدها هدأت هذه العمليات صباح هذا اليوم في هذه النقطة المهمة التابعة للجيش السوداني.
أما بالحديث عن الفاجر أيضا صباح هذا اليوم لم ترصد أي عمليات عسكرية، لكن حسب معلوماتنا أن ليلة الأمس ومساء الأمس كان قد شهد طلعات جوية من قبل الجيش السوداني، أيضا سمعت أصوات المدفعية الثقيلة بين الجانبين في عدد من المحاور لا سيما المحاور الشرقية من المدينة والتي تحاول فيها قوات الدعم السريع التوغل إلى مناطق ومواقع جديدة، بينما القوات الأخرى قوات الجيش السوداني والقوات المساندة له تقول إنها تحافظ وتمنع تقدم قوات الدعم السريع في هذه المناطق التحرير. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات المقداد حسن من بورت سودان مراسل الحدث. رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قال إنه لا يمكن إجراء تسوية مع قوات الدعم السريع مطالبا باستسلامهم، كما رحب البرهان بعودة أي شخصية سياسية إلى السودان مؤكدا عدم وجود أي إقصاء لأي سوداني. أيضا نفى البرهان دعوة الجيش إلى مؤتمر للقوى السياسية السودانية. في مقابلة مع الحدث شدد وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر على أن قوات الجيش السوداني ستستمر في تقدمها بولايات شرق السودان، مؤكدا أن القوات ستعمل على تحرير كامل ولاية الجزيرة قريبا. هو الشاهد في هذه العملية وهذا الجدل الذي استمر لفترات طويلة من خلال الأكاذيب التي ظلت تروج لها هذه الميليشيا المتمردة عبر المتحدثين باسمها، الشاهد في ذلك أن كل المواطنين السودانيين عندما تعتدي ميليشيا الدعم السريع على أي موقع في الأراضي السودانية يتجهون إلى مواقع سيطرة الجيش الذي يوفر لهم الحماية الكاملة. لا بل أكثر من ذلك، شاهدنا بالأمس كل مواطني مدينة سنجا خرجوا في الشوارع لاستقبال القوات المسلحة السودانية وهي تدخل المدينة، بينما لم نشهد لهم أي مواكب على شاكلة ما حدث بالأمس طوال فترة وجود قوات الدعم السريع في هذه المدينة. وفي عدد من المدن الأخرى تعلم أن كل المواطنين حتى في الولايات القربية يهربون من المناطق التي تدخلها قوات الدعم السريع. هي فشلت في إدارة العملية المدنية، أعلنت أكثر من مرة أنها تريد أن تدير بعض العمليات التنفيذية لتسيير هموم المواطنين، ولكنها في الواقع هي تعتدي على المواطنين وتغتصب المواطنين وتنهب ممتلكات المواطنين وتقتلهم بدماء باردة في عدد من القرى والمدن. وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر قال إن السعودية قامت بأدوار كبيرة سياسيا لتقريب وجهات النظر من أجل إنهاء الحرب وكذلك على المستوى الإنساني عبر توفير المساعدات. قيادة المملكة العربية السعودية والملك سلمان وولي العهد لعبوا وحكومة المملكة العربية السعودية لعبت دورا محوريا وأساسيا في محاولة تقريب وجهات النظر، بل لعبت أدوار أخرى غير منظورة ربما لكثير من الناس بأنها احتوت أعداد كبيرة جدا من أبناء السودان، فتحت حدودها وأراضيها لعشرات مئات آلاف السودانيين، وأيضا لعبت دورا إنسانيا يعني رائدا في الدعم الإنساني، وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تجربة نحن في السودان نحترمها أيام احترام. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السوداني الدكتور خالد التيجاني. أهلا بك معنا دكتور خالد. أولا سأبدأ معك بما يقول ما تقوله قوات الدعم السريع بأن هناك عناصر تابعة للحرس الثوري في منطقة سيدنا أو وادي سيدنا العسكرية. ما دقة هذه المعلومات وكيف يمكن أن تكون هذه المعلومة دافع لها لإيجاد مزيد من الدعم الخارجي لاستمرار القتال في السودان؟ مرحبا تهاني. الحقيقة اجتهدت في تتبع مصدر هذا الخبر ولكن لم أحصر له حقيقة على تأكيد من واقع متابعتي للصفحات التي يعني تنشر عادة أخبار الدعم السريع، وبالتالي منطقة وادي سيدنا هي أكبر واحدة من أكبر المناطق العسكرية في العاصمة الخرطوم في أم درمان تحديدا، وبالتالي حدوث يعني مثل هذا الهجوم الذي تحدث عنه يعني لا يمكن أن يمر هكذا يعني دون أن يكون هناك ما يؤكد حدوث هذا الهجوم ابتداء، وبالتالي هناك ربما يعني عدم يعني ما يؤكد صدقية حدوث هجوم، وبالتالي الحديث عن وجود خبراء إيرانيين، ولكن مع الإشارة إلى أن هذا الخبر غالبا ربما يأتي متعلقا بإعلان القوات المشتركة في دارفور قبل يومين أنها يعني عثرت على جوازات من وصفتهم بالمرتزقة كولومبيين، وبالتالي يبدو أنها هي في إطار يعني الصراع الإعلامي. كذلك حاول الدعم السريع أيضا التأكيد في الإشارة إلى أن هناك تحمل تأكيدات من يعني التقارير الدولية
إلى أن هناك تهريب للسلاح يحصل عن طريق دارفور، وكذلك حدوث قدوم مرتزق. ولكن بالنسبة لخبراء إيرانيين في تقديري لم يوجد حتى الآن ما يؤكد ذلك تحديدا. كان هناك سابقا حديث عن يعني شراء سلاح من مصادر إيرانية أو أسلحة إيرانية أو غيرها من ذلك، وبالتالي استمرار الدعم الخارجي للدعم السريع هو موجود، وبالتالي مزود من خلال لجنة من قبل المسمى الدولي لم تناقش هذا التقرير منذ يناير الماضي. ولكن يعني مثل هذه الأخبار، وأنت تعلم بأنه انتشار الحرس الثوري في مناطق قد تعتبر مناطق نفوذ لدول أوروبية، مناطق نفوذ أيضا لروسيا مستقبلا، هذا ألا يعزز أيضا من زعزعة الأمن الإقليمي في القارة الإفريقية ويكون مصدره من السودان؟ طبعا هذا اذا تاكد فعلا وجود يعني ما يوصف بانه خبراء ايرانيين، مع الاشاره الى طبيعه الحرب في السودان هي نفسها لا تحتاج الى هذا النوع من الخبراء، بمعنى ان يعني طبيعه الحرب في السودان هذه يعني السودان شهدت تمردات على مدى يعني اكثر من 50 عاما، وبالتالي هناك خبره كبيره جدا للجيش السوداني في التعامل مع الحركات المسلحة المتمردة على الدولة، وبالتالي لا أعتقد ما هو يعني، وليس هناك أيضا حرب ليس في طبيعتها ليس حرب متطورة بدرجة أن يكون هناك احتياج لخبراء أجانب، بالتالي لا يوجد يبرر حقيقة أو يستدعي وجود خبراء أجانب في الجانب السوداني، بالإشارة إلى توفر الجيش على قدرات وإمكانات حقيقية عبر يعني أكثر من 100 عام من تراكم خبرات القتالية. طيب طالما أنه الجيش يتم يعني في هناك تقدم للجيش في عملياته على ولاية الجزيرة ووعد باستعادتها قريبا، إذا كانت هذه الاتهامات مفتعلة من قوات الدعم السريع، هل المنطقة لها دور في افتعال هذه الاتهامات مثلا بوجود عناصر للحرس الثوري؟ لماذا اختاروا مثلا منطقة وادي سيدنا العسكرية؟ هل لها أهمية ورمزية كبيرة مثلا؟ بالتأكيد يعني منطقة وادي سيدنا العسكرية هي يعني فيها القاعدة الجوية الأساسية بالنسبة للسودان، وبالتالي هناك كان حديث عن يعني الاستعانة بمسيرات المهاجر الإيرانية وغيرها، وبالتالي هذه هي الرمزية في الإشارة في محافظة الربط لأن هناك وجود لحرس ثوري إيراني في تلك المنطقة. ولكن بالتأكيد يعني سلاح الجو السوداني منذ بدايه الحرب كان هو يعني الذي يعني مكن الجيش من السيطره على الجو، وبالتالي استعاده الكثير جدا من قدرته القتاليه، وبالتالي ربما هذا هو محاوله الايحاء بان يعني هذا هو سبب الحديث عن وجود خبراء ايرانيين، ولكن لا اعتقد هناك يعني حرب معقده الى هذه الدرجه تستدعي وجود خبراء اجانب، وبالتالي مع الاشاره الى ان هذا الوجود بالتأكيد نعم. إذا حدث سيثير يعني بالتأكيد مخاوف لأطراف كثيرة في المنطقة. طيب إلى متى ممكن أن تستمر هذه الحرب؟ هل السودانيون الآن وأطراف طرف الصراع نفسهم هل هم ينتظرون أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وفق البند السابع مثلا؟ أم ما الذي ينتظرونه من المجتمع الدولي طالما أنهم غير قادرين حتى الآن على إنهاء هذه الأزمة؟ بالتأكيد طبعا حروب السودان الأهلية يعني شهدت كثير جدا من الاستطالة، هذا تاريخيا يحدث. إنهاء هذا الحرب كان ممكن منذ الأشهر الأولى إذا كان تم الالتزام من قبل بإعلان جدة الذي كان محددا في معارض هذا النزاع في إطاره باعتباره نزاعا مسلحا، ولكن المجتمع الدولي لم تذكر إعلان جدة بعد 20 شهر عندما قدمت بريطانيا مشروعها الأسبوع الماضي في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي إنهاء النزاع كنزاع مسلح هذا يقوم على ضرورة تعريف هذه الحرب بأن قوات الدعم السريع هي تابعة قوات المسلحة السودانية، وبالتالي هذا هو تمرد قوات مسلحة أو جزء من قوات مسلحة على القوة الأم. ولكن فيما يتعلق بالمستقبل السياسي للسودان أو يعني هذا يتطلب بالطبع حوار سياسي يجب أن تشارك فيه كل الشعب السوداني وكل القوى السياسية، ولكن لا يجب أن يفرض هذا بقوة السلاح لأنه هذا سيؤدي إلى مكافأة من يحمل السلاح للحصول على مكاسب سياسية، وهذا بالتالي يؤدي إلى استدامة النزاع في السودان، بمعنى أي طرف يريد أن يحصل على مكاسب سيحمل السلاح، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعريف واضح لهذه الحرب التعامل معها. النزاع المسلح هذا هو عولج بالتحديد في تقديري حسب إعلان جدة، وبالتالي العودة إلى إعلان جدة وتنفيذه هو الطريق إلى إنهاء النزاع المسلح. أما فيما يتعلق بالمستقبل السياسي للسودان هذا هو ما يتطلب حوار سوداني سوداني واسع على نطاق الشعب السوداني وليس فقط مختصرا أو محتكرا من قبل الطبقة السياسية أو النخبة العسكرية. طيب بالنسبة للعودة إلى مباحثات جدة، ما هي يعني القواعد التي يعمل على إرسائها في الأرض الجيش حتى يعني يسمح بمرور المساعدات، لأنه هو متهم أيضا من المجتمع الدولي بعدم مرور هذه المساعدات الإنسانية؟ للأسف هذا غير صحيح. حقيقة هناك 9 معابر للإغاثة الإنسانية في السودان بما فيها معبر أدري، ولكن ما نلاحظه الآن أن المجتمع الدولي يستخدم فقط يشير فقط إلى
معبر أدري فيما يتجاهل يعني 8 معابر أخرى في شمال السودان، حيث يوجد أكثر من 8 مليون من النازحين الذين نزحوا من المناطق التي نتيجة الحرب موجودين في شمال السودان، ولكن لا تقدم لهم أي نوع من أنواع الإغاثة. وبالتالي الحديث عن الوضع الإنساني وهذا في تقديره محاولة تسييس أو استخدام لمحاولة ضغوط، ولكن نعلم أن الأسبوع الماضي تم تجديد الموافقة على استخدام معبر أدري، وبالتالي ولكن السؤال لماذا لا يستخدم المجتمع الدولي بقية المعابر في شمال السودان لتوصيل الإغاثة لأكثر من 8 مليون نازح؟ شكرا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي السوداني الدكتور خالد التيجاني. مشاهدينا انتهت الساعة الأولى من برنامج استوديو الحدث، دقائق ونعود ونلقاكم في الساعة الثانية، والحدث دوما على منصات التواصل الاجتماعي، تابعوها وتفاعلوا معها، ابقوا معنا. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي، مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثا عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. اليوم حرب السودان عامها الثاني. هذه الحرب اللعينة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم. من الضروري جدا أن يتم الارتقاء إلى حجم المعاناة الكارثية. الأزمة الآن تنحدر إلى الدرك الأسفل، انحيازات غبلية، قتل بناء على الهوية. 90% ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر. حضرتك تقول أن قوات دعم السريع متعاونة بموضوع إيصال المساعدات، فيما الجيش غير متعاون؟ بكل تأكيد الدعم السريع متعاون. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أكدت وحشية الطرفين، بعدها يكون السودان أو لا يكون. هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين؟ رحى حروب لا تتوقف تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات
يرويها من بقي منهم لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل، أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكايا. احنا اليوم في نكبة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. الآن استوديو الحدث. بكم من جديد في الساعة الثانية من استوديو الحدث إلى العناوين. ضحية بيروت الجنوبية تعيش ليلة مروعة بعد قصف قال الجيش الإسرائيلي إنه طال 12 مقر قيادة لحزب الله. سفير إسرائيل لدى واشنطن يقول إن الاتفاق مع لبنان قريب جدا وقد يحدث خلال أيام. النازحون في غزة يعانون جراء غرق خيامهم بمياه الأمطار، والداخل للقطاع لا يلبي 6% من احتياجاتهم. رئيس الوزراء العراقي يقول إن إسرائيل تهدد بلاده بذرائع واهية والبرلمان يجتمع. إصابة ربع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بالجرب خلال الأشهر الأخيرة، والشباك يلوم العدد الكبير. قالت إسرائيل إن غارة البسطة الفوقى ببيروت يوم السبت استهدفت مركز قيادة لحزب الله بعدما ترددت كثيرا أسماء قيادات كبيرة في حزب الله. إمام علم لضربة. يا زهراء. لك بنيتنا، لك بنيتنا، لك بنيتنا، شو صار فيها؟ يا ويلي من لضربة. ثلاثة صاروا ثلاثة. ضربت ثلاثة ورا بعضهم. يحيي برويس شارع عبد النور. هاي تحذيرية الهيئة. حتى منتصف نوفمبر الحالي وصلت قيمة الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة لحرب لبنان الحالية والتي بدأت في أكتوبر 2023 وصلت إلى 11 مليار و200 مليون دولار حسب تقديرات محلية، وهذا تقريبا ضعف كلفة حرب 2006 التي بلغت 5 مليارات و300 مليون دولار. دان وزير خارجية لبنان عبد الله أبو حبيب بشدة الهجمات الأخيرة على عناصر إيطالية في قوة اليونيفيل العاملة في الجنوب، داعيا جميع الأطراف إلى احترام سلامتها. وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أعلن أن حزب الله هو على الأرجح وراء الهجوم على مقر البعثة الإيطالية لحفظ السلام والذي أدى إلى إصابة 4 جنود. أكد الدفاع المدني في غزة غرق وغمر عدد كبير من خيام النازحين على شاطئ بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وشاطئ بحر مدينة خان يونس جنوبه بفعل مياه الأمطار والمد البحري، وتسبب منخفض جوي تأثر به قطاع غزة في تضرر مئات الخيام التي يقطنها النازحون، وهو ما فاقم معاناتهم، ليضاف سوء الأحوال الجوية على قائمة مأساتهم المستمرة منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
صحيفة فاينانشال تايمز ذكرت أن أمطار الشتاء تهدد بطوفان مياه الصرف الصحي واجتياح خيام مئات آلاف النازحين في قطاع غزة. يعني احنا مقبلين على شتاء شديد، فهمت علي كيف؟ واللي قبل ثلاث أيام شتت علينا غرقنا هان، وهي بلشت تشتي علينا، بنحاول انه يعني بالموجود او بالمستطاع انه نمنع دخول المطر داخل الخيام. هي مع صلاة الصبح مطرت، هاي شايف الشادر كيف كله ميه؟ هاي المي، شايف وين واصل المي؟ ولما بتيجي ليلة علينا شتى بننامش، يعني كل ليلة بتصير وضلنا نساند فيها يعني. وقبل شوي بدينا نشجد فيهم، يعني لو وجدت هبة ريح، لو وجدت أي حاجة تضلها موجودة، يعني ما تطيرش الخيمة. احنا غرقانين، الخيمة بتاعتنا قماش كلها، والمطر لما بنزل بنزل فوقينا. فيش إلا هالخيمة بس. واحنا لقيت أنا وولادي 11 نفر على فرشتي. والبرد ذبحنا. يعني أنا إني ثلاث أيام عيان من البرد. يعني لا في شوادر ولا في خيام ولا في أواعي للأطفال ولا في أي شيء، فيش أي فيش حياة. من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت، يعني شاهدنا وسمعنا في بعض اللقطات ما الذي يجري، ولكن سنترك لك الكلمة لتنقل أيضا لنا الصورة إنسانيا وميدانيا وصحيا إن أمكن، تفضل. نعم بالفعل، أغرقت أمواج البحر فجر هذا اليوم العائلات النازحة الموجودة على شاطئ مدينة دير البلح وعلى شاطئ مدينة خان يونس. نتحدث عن منخفض جوي يضرب قطاع غزة منذ فجر ساعات صباح هذا اليوم. قبل قليل كنا في هذه المنطقة ورصدنا أوضاع كارثية في هذه المنطقة، لأن ارتفاع موج البحر وصل إلى ما يقارب من 3 أمتار وامتد على كل المنطقة الساحلية لمنطقة وسط قطاع غزة ومنطقة جنوب القطاع، وبالتالي هناك أعداد كثيرة من العائلات النازحة نزحت من مدينة رفح منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على هذه المدينة واتجهت إلى منطقة مدينة دير البلح. لم تجد مركز إيواء يستوعبها، ولذلك اتجهت هذه العائلات باتجاه منطقة شاطئ مدينة دير البلح. والآن هذه العائلات بدأت بالنزوح والهروب من أمواج البحر التي هاجمت هذه العائلات فجر هذا اليوم وهي نيام داخل خيامها، حتى أن بعض العائلات يعني سحبت أمواج البحر خيامها والأخشاب، وكما الملابس تم سحبها داخل البحر وابتلع كل أمتعة هذه العائلات التي نزحت باتجاه شاطئ مدينة دير البلح. الوضع كارثي، لأن هذه العائلات بحاجة إلى خيام وإلى شوادر وإلى ملابس وإلى أغطية، وكل هذا الآن غير متوفر داخل المؤسسات الأممية، ولم يتم توزيع أي من هذه المساعدات على السكان وعلى العائلات النازحة على مدار الأشهر القليلة الماضية بسبب منع الجيش الإسرائيلي إدخال شاحنات المساعدات إلى مناطق جنوب قطاع غزة. الوضع كارثي أيضا على صعيد المستشفيات، لأن وزارة الصحة يعني منذ يومين تحذر من نفاذ كميات الوقود الموجودة داخل المستشفيات وداخل المخازن، وهذا سينعكس كليا على المستشفيات العاملة والرئيسية هنا، مثلا مثل مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى ناصر والمستشفى الأوروبي، وستقف بعض الأقسام عن الخدمة بسبب نفاذ كميات الوقود الموجودة. لا حتى هذه اللحظة لم يتم إدخال أي وقود ولم يتم استدراك هذه الأزمة، ولكن يعني حسب التجارب السابقة يعني الجيش الإسرائيلي يتبع سياسة التقطير على المؤسسات الموجودة داخل قطاع غزة وخاصة وزارة الصحة والمستشفيات، بحيث ينفذ كل الكميات الموجودة داخل المستشفيات ومن ثم يقوم بإدخال الوقود في اللحظات الأخيرة قبل إطفاء المستشفيات وتوقف المولدات بشكل كامل. حتى هذه اللحظة تم انتشال 4 ضحايا وعدد كبير من الإصابات في استهداف الجيش الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح، نقلوا إلى مستشفيات في مدينة خان يونس، بالإضافة إلى استكمال القصف المدفعي في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس وفي منطقة محيط محور نتسريم، سواء كان شمال منطقة مخيم النصرات أو باتجاه منطقة الصبرة داخل مدينة غزة. شكرا على كل هذه الإيضاحات من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت. شكرا يا أسامة.
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن ما تسمح إسرائيل بإدخاله عبر المعابر من مساعدات إنسانية لا يلبي 6% من حاجة السكان، الأمر الذي تسبب بأزمة حادة. وذكرت أونروا أن أكثر من 2 مليون نازح في قطاع غزة يحاصرهم الجوع والعطش والمرض والخوف، وأن الحصول على وجبات الطعام أصبح مهمة مستحيلة للأسر في القطاع. وأشارت إلى أن أوضاع النازحين في خيام النزوح ومراكز الإيواء مأساوية في ظل الجوع والبرد وعدم قدرة المنظمات الدولية على تلبية حاجات النازحين إثر شح الطعام والغذاء، كما طالبت بفتح كامل للمعابر وإدخال ما يحتاجه السكان للحد من المجاعة التي فاقمت حالات سوء التغذية والأمراض المتعددة. من القاهرة ينضم إلينا عدنان أبو حسن المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة والمتحدث باسمها. أهلا بك معنا سيد عدنان. يعني ما هو الشيء الذي يمكن أن يقدم لهؤلاء المحتاجين في قطاع غزة أبسط مقومات الحياة؟ ما هي الإجراءات أو المناشدات الدولية التي تقومون بها؟ وحصلتم ربما على وعود بإدخال مزيد من المساعدات، خصوصا بعد أن وجه بايدن نتنياهو بأن لا يعرض شمال القطاع إلى ما هو عليه. نعم، يعني المطلوب هو قرار إسرائيلي سياسي بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. لو إسرائيل قررت الآن إدخال المساعدات إلى الشمال وإلى الجنوب ستدخل 1000 شاحنة خلال 6 ساعات، لأن هناك 6 أو 7 معابر برية الآن بين إسرائيل وقطاع غزة. ولكن للأسف الشديد رغم الوعود الإسرائيلية للإدارة الأمريكية، والجميع يعرف رسالة أوستن وبلينكن للحكومة الإسرائيلية والوعود ب 350 شاحنة يومياً، كل هذا غير موجود على الإطلاق. ما يدخل بمعدل 40-50 شاحنة، وإن زادت تصل إلى حوالي 60 شاحنة يوميا، وهذا يشكل 6% من احتياجات سكان قطاع غزة. كيف يمكن لنا أن نوزع 60 شاحنة؟ هذه تكفي لحي فقط على 2.3 مليون فلسطيني. لذلك ما يحدث في شمال قطاع غزة من مجاعة للأسف الشديد ينتقل بسرعة رهيبة وخطيرة إلى جنوب قطاع غزة حيث يتركز معظم السكان، بالإضافة طبعا إلى ما حدث خلال 2 يومين الماضيين من الأحوال الجوية السيئة وكيف تطايرت بقايا الحياة، يعني ليس الخيام، تطايرت بقايا حياة لهؤلاء الناس كانت تسترهم من الرياح والأمطار وفيضان البحر. يعني الناس تسكن على بعد 5 أمتار من حد الموج، فطبعا في الشتاء ومع الرياح غرقوا ليلة أمس عشرات الآلاف من العائلات. طيب، كانت هناك اتهامات بأنه حتى هذا النذر القليل من المساعدات يتم السطو عليه من عصابات منظمة، ما تفاصيل هذه الاتهامات وهل عرف لمن تتبع هذه العصابات؟ للأسف الشديد نعم، حتى هذا القليل الذي ننجح بإدخاله إلى داخل قطاع غزة هناك ظاهرة العصابات، يعني مجموعة من اللصوص، ولكن هذه الظاهرة بدأت تتسع. هؤلاء مسلحون لديهم أجهزة اتصال، أيضا يسيطرون على الشاحنات. يعني أدخلنا في 16 من نوفمبر الماضي حوالي 109 شاحنات، سرق 98 منها، ولكن يعني دعينا نكون واضحين في هذا. كيف انسرق؟ لحظة، يعني أنت تتكلم قبل 10 أيام أو 9 أيام تقريبا تم إدخال 10 شاحنات انسرق منها 98. طب شاحنة يعني فيها كمية كبيرة من المؤن الغذائية، كيف انسرقت يعني؟ 109 شاحنات، 109 98 شاحنة انسرقت، ولا 98 من المؤن انسرق؟ 98 شاحنة سرقت من 109. كيف انسرقت؟ مالك كيف انسرقت؟ هذه عصابات تقطع الطريق بعد معبر كرم أبو سالم
عندما تخرج الساحنات، يعني أتتنا أوامر من الجانب الإسرائيلي بأنه يجب أن نتحرك بهذه الشاحنات 109 شاحنات في طريق معين لم نستخدمه قبل ذلك، ولكن بعد ساعات خرجت هذه العصابات المسلحة. يعني عندما تقوم عصابة بسرقة 100 شاحنة هذا يعني تنظيم، أيوة، ولا يعني فقط 4 أو 5 أشخاص. هذه الظاهرة في قطاع غزة في غياب القانون والنظام، انهيار منظومة الأمن والقانون والنظام، لأنه لا حكومة في غزة، لا يوجد من يضبط هذه العمليات. حاولت الشرطة المدنية سابقا المحافظة على هذه القوافل، تم استهدافها، شركات أمن خاصة حاولت، تم استهدافها. فترك الأمر الآن لهذه العصابات المجرمة التي تحاول دائما، يعني في النهاية هي طرف في التجويع. يجب طب أن هي العصابات دي معلش أنا حابة أفهم بس، هذه العصابات تتبع لمين؟ يعني اللغة، يعني إحنا لما نتكلم على مثلا كرتون انسرق ممكن يستخبى، بس إحنا بنتكلم على 98 شاحنة، فين راحت؟ نعم، 98 شاحنة. هذه العصابات بدأت لها مخازن ضخمة. أنا بالأمس أحدهم قال لي أن لهم مخازن ولهم محاسبين ولهم رافعات تقوم بالاستخدام. في الشمال ولا في الجنوب ولا خارج؟ معليش أنا أبغى أفهم بالتفصيل. في جنوب القطاع هذه العصابة. نعم في جنوب قطاع غزة هذه العصابات موجودة. ولكن الخطير في الموضوع أنه هذا الشكل، يعني هذا الشكل الإجرامي بدأ يأخذ طابع خطير للغاية، لدرجة أن أحدهم يفكر في التمدد، يعني يفكر بالسيطرة ويفكر بالتمدد، وهذا شيء لم يحدث في تاريخ قطاع غزة. لذلك يعني دعينا أعود للنقطة الأساسية، يعني في النهاية إسرائيل هي التي تحتل قطاع غزة. إسرائيل في البر والبحر والجو، في كل تفاصيل القطاع موجودة. يا سيدتي، لو خرجت طائرة مسيرة واحدة فوق هذه القوافل لن يستطيع أي مجرم الوصول إليها. وحسب القانون الدولي، ولأنها قوة محتلة موجودة في غزة، يجب على إسرائيل ضمان وصول كل المساعدات إلى مستحقين. هل هذه العصابة ممكن تكون تبع مثلا لإسرائيل؟ طيب، وإذا هذه نقطة، أنا أسألك عشان أحب أفهم بس، هي هذه العصابة ممكن تكون تابعة لإسرائيل؟ طيب إذا عندها مخازن وبتاخد 98 شاحنة بكل مؤنها الغذائية وتدخلها المخازن، طب بتعمل إيه فيها في المخازن؟ بترجع تبيعها بعد مثلا؟ ذلك نعم، تبدأ ببيعها للناس. بعض التجار يتوجهون إلى تلك المخازن للشراء. ما هي أصبحت يعني زي يعني ظاهرة مستقلة، يعني هو زي نظام حكم ذاتي، يعني أشبه بما يعني لديهم القوى المسلحة، لديهم الأفراد، لديهم محاسبين، التجار يذهبون للشراء منهم. وبعض الناس، طبعا الناس العاديين، يعني من يريد أن يشتري شيء يذهب إلى تلك المنطقة التي لا يستطيع فصيل الدخول إليها. بالمناسبة يعني لو دخل أي أفراد سيتم استهدافهم وقتلهم. شكرا من القاهرة عدنان أبو حسن، المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة والمتحدث باسمها. استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا فصائل مسلحة بالعراق تعلن مهاجمة هدف حيوي في إسرائيل بطائرات مسيرة. قتيلا، من هو على مقربة من هذه المباني يغادر. ولكن استمعنا إلى هذا الصوت. هذه الغارة الخامسة، المعبر بات معطلا بالكامل. نحن عند نقطة الاستهداف كما ستتابعين في الصور. الطريق من الجهتين ذهابا وإيابا بات فيه حفرة كبيرة في الأرض. إذا تسمعين الآن هناك صوت المروحيات العسكرية تحون في سماء حيفا. يوم أمس كان يوم وصف بالعنيف. حركة النظام تتجدد مع تجدد الغارات. بلدة تبنين فتحت أبوابها
أمام النازحين من ويلات الحرب جنوبا. قمنا بجولة على مراكز الإيواء منها مدارس. الدمار الكبير الذي رأيناه في كل البلدات هو مماثل لهذا الدمار، ولكن النسبة الأكبر في هذه البلدة. المدفعية الإسرائيلية لا تقف بعيدا عن النقطة التي نبث منها هذه الرسائل لقناة الحدث. من خلفي يمكن أن تروا الصاروخ الذي سقط قبل بعض الوقت من قبل حزب الله. في وسط بيروت استهدف أكثر من مرة، 3 مرات. هناك 7 من الكوادر في حزب الله. غارة حسين، يعني غارات أريم بأمان. أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتساعد. بكم من جديد. أعلن بيان للفصائل العراقية المسلحة مهاجمة أهداف في إسرائيل بطائرات مسيرة، وأضاف البيان أن ردا على هجمات الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، وقال البيان إن المسيرة هاجمت هدفا حيويا جنوب إسرائيل. رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد اعتبر أن إسرائيل هددت بلاده بذرائع واهية، في إشارة إلى المعلومات المتداولة بشأن احتمال تعرض بلاده لهجوم إسرائيلي. وأضاف السوداني أن تهديدات إسرائيل العدوانية دفعت بغداد إلى التأكيد على عدم جعل العراق منطلقا لأي هجوم. وقال السوداني إنه وجه وزارة الخارجية بمتابعة ملف التهديد في المحافل الدولية لمنع محاولات إسرائيل من إشعال الحرب في المنطقة بشكل أكبر على حد قوله. إلى ذلك، يعقد رؤساء اللجان البرلمانية اجتماعا اليوم لمناقشة التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية ضد مواقع عراقية. رئيس البرلمان قال إنه سيفتح قنوات تواصل مع الدول المؤثرة لتجنيب العراق أي اعتداء أو مساس بأمنه. من بغداد معنا رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. أهلا بك معنا دكتور إحسان. يعني بعد أن جاء الرد من واشنطن بأنها استنفذت كل أوراق الضغط على إسرائيل لتجنب العراق أي ضربة إسرائيلية، هل ستنجح محاولات رئيس البرلمان؟ ومن هي الدول التي يمكن أن تؤثر التي يتحدث عنها؟ شكرا لكم على الاستضافة. يعني الخطوة التي يمضي بها البرلمان هي تأتي في إطار التماهي أو الاستكمال للموقف الرسمي الذي أبدته الحكومة العراقية برفض الاستهداف، وأيضا تجنيب العراق أن يكون جزء من الصراع، وأن تكون الجغرافية العراقية جغرافية بديلة للرد أو حتى للإسناد. لكن بتصوري أن هذه الخطوة هي لزيادة الضغط باتجاه الفصائل الرافضة لوقف عملية الاستهداف واستخدام الأراضي العراقية من جهة، ومن جهة أخرى تؤكد حتمية هذه الخطوة من البرلمان، تؤكد حتمية الرد الإسرائيلي، خصوصا وأن إسرائيل أرسلت رسائل تحريرية بالإضافة إلى رسائل شفوية إلى الحكومة العراقية من خلال أصدقائي. هنا أتحدث عن دول لم تجب حكومة السوداني على الرسائل التحريرية الإسرائيلية، وبالتالي بدأ الموضوع يتصاعد بشكل كبير جدا. الحكومة رغم مساعيها لكنها لم تمتلك تلك المساحة من التأثير والضغط، وبالتالي اتخذت مسارا
آخر وهو دبلوماسي يحاول هذا المسار، نعم يحاول هذا المسار يعني التأثير على المجتمع الدولي من أجل يعني أن توقف إسرائيل هجماتها نحو العراق. نعم. طيب، رئيس الحكومة محمد شياع السوداني يحذر بأنه يجنب بلاده من الهجمات ووصفها بأنها ذرائع واهية. كيف يعني ذرائع واهية؟ هو لا يمتلك كرئيس وزراء إلا أن يتحدث أو أن يكون خطابه السياسي بهذا المسار. أنا أتصور يعني من ناحية تفكيك الخطاب، السوداني قلق جدا من أن الهجمات لن تطال فقط الفصائل المسلحة كمقرات أو غرف سيطرة، مخازن أسلحة أو قيادات لهذه الفصائل المسلحة، وإنما القلق الكبير الآن الذي ينتاب رئيس الحكومة هو أن تشمل الضربات البنى التحتية لمؤسسات مدنية تابعة للدولة العراقية، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد هو من دفعه إلى التصريح من أن أعذار تل أبيب واهية. لكن بمقابل ذلك حتى رغم محاولات السيد السوداني يعني إيقاف هذه الهجمات، لا تزال الأرض العراقية تستخدم من قبل الفصائل المسلحة، وأنت أشرت قبل قليل أستاذة تهاني إلى هجمات قامت بها أو شنتها الفصائل المسلحة ليلة أمس. ولذلك أنا أعتقد أن إسرائيل قد لا تمضي مع هذه التصريحات، ومن ثم يرتفع يوما بعد يوم احتمالية الاستهداف الإسرائيلي إلى العراق. طيب، كان في بعض المعلومات المتداولة هي ربما تكون غير مؤكدة بأن إسرائيل عبر الولايات المتحدة سلمتها بقائمة المواقع التي سيتم استهدافها في الأراضي العراقية. يعني الحكومة العراقية لديها خبر بنوعية الاستهداف، تقريبا هذه الأهداف يعني تتجاوز 25 هدف في العراق. صحيح. عندك معلومة عن هذا الموضوع؟ وهل هذه المقرات التي حذرت منها أو يعني أنذرت وأشارت إسرائيل بأنها ستستهدفها، هل جميعها تخضع لهذه الفصائل المسلحة التابعة لإيران ولا تأتمر بإمرة الدولة العراقية؟ يعني أنا أمضي بتأكيد هذه المعلومات، خصوصا وأنا أشرت إلى أن الرسائل التحريرية التي وصلت إلى الحكومة العراقية من بالتأكيد من الولايات المتحدة الأمريكية شملت هذا بنك الاستهداف. لكن بعض المواقع التي يتم يعني التي تسعى إسرائيل إلى استهدافها قد يشمل مؤسسات تابعة للحكومة أو للدولة العراقية، وهي يعني بما تعتقده إسرائيل إنها جزء من يعني المؤسسات التي تقدم أو تستغل من قبل الفصائل المسلحة. ولذلك تحدث رئيس الوزراء على أنه لا مبرر لهجمات إسرائيل. أنا أعتقد أستاذة تهاني الأمر لا يرتبط فقط بهذه الأهداف التي تحدثت عنها، وإنما هناك استراتيجية أخرى ستتبع من قبل إسرائيل، وهذا ما شهدناه يعني مثل ماذا؟ على أقل تقدير بحالة مماثلة للفصائل المسلحة حينما نتحدث على حزب الله. يعني لم يكن هناك توقع أن يصل مستوى الاستهداف الإسرائيلي لحزب الله لهذا الجانب، يعني قيادات، مقرات سيطرة، جوانب مالية، مؤسسات مالية، مؤسسات إعلامية. لذلك قد تعيد إسرائيل هذه الاستراتيجية مع الفصائل المسلحة، ولذلك الممازجة ما بين الفصائل المسلحة ككيانات وما بين مؤسسات الدولة هو الأخطر. يعني إذا ما اعتمد إسرائيل موجات من الضربات على الداخل العراقي، لذلك الأمر لن يقتصر فقط على 25 هدفنا التي أشرت إليها قبل قليل.
يعني هي 25 29 يمكن 30 هدف يعني، بس ما يعني غير متداول، ممكن موجودة على مواقع التواصل الواحد يقدر يتابعها. طيب يعني هناك من تحدث عن 35 أيوة. هناك من تحدث عن 35 39 هدفا، لكن يعني هي لما تخرج رسمية التسريبات، هي لما تخرج احنا ما هناخد التسريبات على هذه المواقع، هي لما تخرج رسمية ممكن بشكل رسمي ممكن نتطرق إليها، حتى لا نتحدث عن إحداثيات هي غير مذكورة بشكل رسمي يعني. طيب دكتور إحسان، سؤالي الآن، إذا كانت إيران هي تريد أن تتحول إلى دولة صديقة للولايات المتحدة، مرهون ذلك بنتائج المباحثات حول الاتفاق النووي الإيراني، هل ما نشهده في المنطقة الآن يعني ممكن أن يأخذ العراق الدولة البديل لإيران، طالما أنه هو في مجموعة كبيرة من المجاميع المسلحة التي تأتمر بإمرتها، يعني تخلع عباءتها وتعطيها العراق؟ يعني فيما يبدو بأن الجغرافيا العراقية أصبحت جغرافية استقطاب لبعض هذه الجماعات المسلحة، يعني حماس، حزب الله، أو حتى الفصائل العراقية. إيران على الرغم مما طرحتيه أنها تعمل على بناء عقيدة نووية جديدة، يعني بالتعامل مع بعض الدول المعنية بالملف النووي الإيراني، لكن أتصور من أن هذا الموضوع سيكون له ارتدادات كبيرة جدا على الداخل العراقي، سيما وأن جعل العراق مقرا لهذه الجماعات أنا أعتقد أنه سيكون ثمنه باهظا، وهذا لن تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من الرغبة الإيرانية التي أشرت إليها أستاذة تهاني. مرة أخرى أقول من أن هذه الاستراتيجية لا تتطابق مع عقيدة ترامب القادمة، والتي تسعى إلى إنهاء وجود الفصائل المسلحة الحليفة لإيران في اليمن، في لبنان، في سوريا وفي العراق. هدف هذه الاستراتيجية هو انكفاء إيران وحلفائها على الداخل، ولذلك لن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية حتى إذا تحولت إيران إلى دولة صديقة لها ببقاء أو استخدام العراق كمقر لهذه الفصائل. يعني هو بعد 20 يناير راح تتضح الأمور أكثر. كل ما يحدث الآن هو مجرد تكهنات، ما الذي ممكن اللي أنه يحصل يعني. طيب من بغداد مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، شكرا جزيلا لك. أعلن المرصد السوري مقتل ما لا يقل عن 15 مقاتلا سوريا مدعومين من تركيا في ريف حلب، وأضاف المرصد أن 15 قتلوا بعد تسلل مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية. في السياق أفادت وكالة فرانس بريس أن الاشتباكات دارت قرب مدينة الباب، وأن السلطات المحلية أعلنت إغلاق المدارس بسبب أعمال العنف. هذا وتصنف أنقرة الوحدات الكردية العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية منظمة إرهابية، وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني. أما في أكتوبر الماضي أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن هجوم في أنقرة بعد تسلله أو بعد تسلل منفذيه من الأراضي السورية. حذرت وزارة الداخلية اليمنية الشباب من الوقوع في فخ عروض وهمية لشركات وسماسرة حوثية تستغل ظروفهم الاقتصادية الصعبة لتقديم عروض تجنيد مزيفة في شركات أمنية. مقابل ذلك تأتي هذه التحذيرات بعد أن أطلق عشرات اليمنيين في روسيا نداء استغاثة لإنقاذهم بعد مقتل عدد من زملائهم في القتال مع الجيش الروسي ضد أوكرانيا. إنهم يمنيون وفي زي عسكري، لكنهم ليسوا في اليمن بل في أوكرانيا حيث يقاتلون لصالح روسيا. تقارير مختلفة أكدت اضطرارهم لخوض حرب لا تعنيهم بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة. قرروا بناء اسم شركة اسمها شركة الجابري، قالوا في شركة داخل روسيا بتوظف عمال حراسة أمنيات، فقرروا بناء بيعطونا من 10,000 دولار وراتب شهري ما يعادل 2,500 دولار. دخلنا تفوجئنا في المطار، استقبلونا كتيبة من وزارة الدفاع، تم اخدام عبر أنهم سيذهبون إلى روسيا للعمل في أعمال داخلية أو أمنية بمعنى أصح، لكن تفاجأوا هؤلاء الشباب بأنهم في مواجهة وفي في الصفوف الأولى لمقاتلة أوكران. هؤلاء اليمنيون المقاتلون دخلوا معركة لا يعلمون من جغرافيتها البرية أو أهدافها العسكرية أمرا. 12 يمنيا كانوا قبل أيام على خط المواجهة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا ليقتلوا كلهم،
ويلتحقوا بيمنيين سبقوهم قاتلوا وقتلوا وعلى خط الجبهة، لكن بعيدا عن مراقبة الجيش الروسي يناشد شباب يمنيون العالم لإنقاذهم من مأزق هذه الحرب. ناشد جميع إخواننا اللي لهم كلمة وللهم صوت في وجه الله ثم في وجهكم. شوفوا احنا مقررين قرروا بنا باعونا، يريد أن نعود إلى بلادنا، يريد أن نعود إلى بلادنا. ما حد عارف إنه حي، إنه ميت، إنه مسجون، إنه ما حد عارف، لأن رقبوا بهم بغابات ما عاد لنا شيئنا. أما داخل الأراضي اليمنية فعائلات هؤلاء الشباب يشكون غيابهم وانقطاع الاتصال بهم، وتقول بعضها أن شركة حوثية وبالتعاون مع سبنسرة الداخل أوقعت أبنائهم في فخ الحرب الروسية الأوكرانية. هائل سعيد، الحدث، تعز. استديو الحدث مستمر وفيه أيضا اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا يناقش سبل وقف النار في غزة ولبنان. بكم من جديد. كشفت السلطات الأمنية المختصة في الإمارات عن هوية مرتكبي جريمة قتل المواطن الملدوفي الإسرائيلي سيفي كوغان، ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية فإن السلطات بدأت بتنفيذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الثلاثة، وبحسب الإعلان الإماراتي يحمل الجنات الثلاث الجنسية الأوزبكية. أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده ستجري الجمعة محادثات حول برنامجها النووي مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا لوقوفها خلف قرار اعتمدته الوكالة الدولية للطاقة ينتقد طهران على عدم تعاونها في الملف النووي. وأوضح بقائي أنه إلى جانب الملف النووي ستبحث إيران مع الدول الثلاث الوضعين الإقليمي والدولي بما يشمل قضيتي فلسطين ولبنان. خطوة إيران بشأن إحياء المحادثات النووية مع كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا تأتي بعد أن طرحت هذه الدول قرارا ينتقد تعاون طهران النووي واعتمدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القرار جاء على لسان الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي أكد أن بلاده ستبحث مع الدول الثلاث الملف النووي بالإضافة إلى الوضعين الإقليمي والدولي بما يشمل الحرب في لبنان وفلسطين، لكنه لم يؤكد مكان انعقادها.
بريطانيا قالت إن المحادثات النووية قائمة، مؤكدة التزامها بالمسار الدبلوماسي لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، لكنها لم تستبعد الإجراءات العقابية إذا لزم الأمر. هذا الحراك الدبلوماسي يأتي أيضا بعد تصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتراجع طهران تدريجيا عن غالبية التزاماتها، وذلك وفق الاتفاق الذي أبرم عام 2015 مع الدول الست الكبرى الذي أتاح رفع عقوبات عنها في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها. ووصل هذا التراجع إلى ذروته بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس دونالد ترامب، حيث زادت إيران مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير، ورفعت أيضا عتبة التخصيب إلى 60% لتقترب من نسبة 90%، وهي النسبة اللازمة لصنع القنبلة النووية، كاسرة بذلك معدل التخصيب الأقصى عند نسبة 3.67%. أو 3.67%، بحسب الاتفاق النووي عام 2015. ورغم فشل إحياء المحادثات والمفاوضات عدة مرات، وآخرها تلك التي تعطلت في نيويورك بسبب التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، إلا أن طهران ترى أنها أبدت حسن نية بدعوتها مدير الوكالة الدولية لزيارة موقعي نطنز وفوردو النوويين خلال تواجده في طهران. فيما يقول الرئيس الإيراني مسعود بزشكي المؤيد للحوار مع الدول الغربية بأنه يريد رفع الشكوك والغموض حول برنامج بلاده النووي. إلى ذلك يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع قرب روما اليوم لإجراء محادثات تستمر يومين وتركز على النزاع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا. سيناقش الاجتماع مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت والمسؤول العسكري في حركة حماس محمد الضيف، كما ستتم مناقشة سبل دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف النار في غزة ولبنان والمبادرات الهادفة لدعم السكان وتعزيز أفق سياسي موثوق به من أجل استقرار المنطقة. لمناقشة هذا الموضوع من لندن معنا الدكتور أحمد عجاج أستاذ القانون الدولي والباحث في العلاقات الدولية، ومن طهران أيضا معنا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيد صادقيان. أولا يعني في قمة العشرين سيناقشون موضوع لبنان وموضوع غزة، وأيضا سيكون طبعا ذلك تحت مظلة أيضا مفاوضات إيران النووية. ما الذي ممكن أن يقدم في هذا الملف الذي عقد أو معقد من سنوات في قمة العشرين؟ تحية لك ولضيفك والمشاهدين. هذا الاجتماع الذي يعقد يوم الجمعة في العاصمة جنيف هو جاء بناء على التفاهمات التي تمت بين إيران وبين جوزيف بوريل منسق الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية. هذا الاجتماع عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأخير، وبالتالي تم الاتفاق على فتح باب الحوار وبدأ اجتماعات من أجل ترطيب المواقف، وربما ينسجم مع الرغبة الإيرانية لدى الحكومة الإيرانية الجديدة حكومة مسعود بزشكيان لتناول الموضوع والعبور بهذه المفاوضات إلى نوع من الانفتاح على إحياء الاتفاق النووي أو الوصول أو التوصل إلى تفاهمات بشأن الاتفاق النووي من أجل إزالة القلق عند الجانب الغربي وإزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، خصوصا وأن هناك رئيس جديد يدخل البيت الأبيض. الآن هناك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وقال بأنه سوف نبحث قضايا تخص الملف النووي الإيراني بالإضافة إلى التطورات في المنطقة، ويبدو لي بأن الأوروبيين أيضا يعني عندما وقعوا على الاتفاق النووي في العام 2015 تحديدا التريكة الأوروبية ألمانيا فرنسا بريطانيا هم ينظرون إلى الاتفاق النووي بنظرة أمنية إقليمية على خلاف ما كانت الولايات المتحدة تنظر للاتفاق النووي. الولايات المتحدة لم تنظر للاتفاق النووي الموقع عام 2015 بأنه ملف أمني، وإنما تنظر إليه بأنه ملف تقني بيخص الأسلحة الكيميائية، وبالتالي هناك نظرتين متفاوتتين. الأوروبيون لا زالوا يعتقدون بأن إيران إذا كانت هي المشكلة فتستطيع أن تكون هي الحل من أجل ترتيب الوضع الأمني في المنطقة.
طيب اسمح لي قبل أن أنتقل إلى دكتور أحمد. دكتور محمد، أنا فقط أحب أفهم، يعني إذا الولايات المتحدة تنظر إلى البرنامج النووي على أنه تقني فيما يخص الأسلحة النووية، أليس هذه التقنية أيضا لها أبعاد أمنية تؤثر على الوضع الإقليمي؟ لماذا ركزت واشنطن حسب كلامك على الموضوع التقني وتركت الأمني إلى دولة ترويكا؟ الترويكا هذا هو النظرة الأوروبية للاتفاق، يعني النظرة الأوروبية للاجتماع مع الإيرانيين، وأنت تعلمين والكل يعلم بأن الاجتماع مع الأوروبيين من خافير سولانا عندما كان المنسق العام للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إيران دخلت مفاوضات مع الأوروبيين، والأوروبيين كانوا ينظرون أن منطقة الشرق الأوسط تستطيع، يعني يجب أن يكون هناك أمن واستقرار من أجل الحفاظ على المصالح الأوروبية، وإيران دولة فيها ودولة كبيرة في هذه المنطقة، وإيران تستطيع أن تلعب دورا إيجابيا في الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط. الجانب الغربي، الجانب الأمريكي ربما كان ينظر غير ذلك. الجانب الأمريكي كان ينظر إلى أهمية ماهية البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي هو ركز كثيرا، حتى ورد في الاتفاق النووي، ركز كثيرا على عدم قدرة إيران إنتاج السلاح النووي، وبذلك حدد نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67. يعني مشكلة أمريكا مع إيران فيما يخص البرنامج النووي الإيراني ليس لحفاظ السلام أو لمسألة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي مقابل إسرائيل كما تتحدث طبعا التقارير، هي مشكلتها أنها تريد أن تشارك في التقنية المستخدمة داخل إيران، صح؟ الولايات المتحدة عندما تنظر إلى السلاح النووي الإيراني بالتأكيد هي تنظر بعين إسرائيلية، لأن هذا يهدد الأمن القومي الإسرائيلي، وبالتالي الولايات المتحدة تركز كثيرا على حتى التصريحات. أي أنا فاهمة هذه النقطة، لا أنا ما الوقت يضيع علينا، أنا فاهمة هذه النقطة، ولكن هي مشكلة أمريكا في ماهية التقنية اللي موجودة عند إيران. بالضبط، أيوة هذه هي النقطة اللي أنا حابة أعرفها. طيب سأنتقل إلى الدكتور أحمد عجاج، عذرا يا دكتور تأخرنا عليك، ولكن أريد أن أسألك الآن، كيف ممكن أن يكون شكل الصفقة النووية إذا كانت الولايات المتحدة عندها مشكلة مع التقنية الإيرانية المستخدمة لإنتاج السلاح النووي أو السلاح الكيماوي؟ لا، الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبين الدول الأوروبية وإيران حول السلاح النووي وتأثيره على منطقة الشرق الأوسط، يعني عندما تكون إيران نووية فأن هذا سيجعل منطقة الشرق الأوسط يعني عرضة لدول أخرى أن تحتزي نفس ما تحتزيه طهران، يعني إذا كانت إيران عندها قنبلة نووية وإسرائيل عندها قنبلة نووية فلماذا لا تكون مصر، لماذا لا تكون السعودية العربية والمملكة العربية السعودية، وهكذا ينتشر السلاح النووي في المنطقة، وهذا يضر بالمصالح الأوروبية والمصالح الأمريكية، ومن هنا المخاوف من السلاح النووي الإيراني وليس التقنية. هم يريدون من خلال الاتفاق مع إيران مراقبة إيران بأن لا تنتج هذا السلاح، بمعنى أن يكون هناك رقابة دولية عليها كما يحدث في كثير من الدول مثل اليابان وغيرها، وإيران كانت ترفض هذه الرقابة وتوصلوا إلى اتفاق، لكن الرئيس ترامب انسحب منه وانهارت كل يعني الأمور التي كان مفترض أن تسير كما يشاء. المشكلة الآن أن إيران بسبب يعني الضربة التي وجهتها حكومة نتنياهو إلى حزب الله وحركة حماس وما يسمى محور المقاومة، وبسبب قدوم ترامب فإن إيران يعني وهذا ذكاء دبلوماسي منها اعتمدت سياسة الانفتاح على أوروبا لشعورها أن هناك ثمة خلاف بين أوروبا وبين ترامب حول أوكرانيا وبقية الملفات، وبالتالي بوسعها أن تتوصل إلى اتفاقات تسهل يعني الضغط الأمريكي المرتقب عليها. أعتقد أنها سياسة دبلوماسية لا أكثر ولا أقل. إيران عازمة على صناعة هذه السلاح لأنه الشيء الوحيد الذي يحمي أمنها، خاصة بعدما وجهت لها إسرائيل ضربات مباشرة. طيب دكتور صادقيان، هل سيكون لبنان مقابل أي مكاسب نووية في طهران؟
أنا لا أعتقد بأن مثل هذه المقاربة صحيحة، لأن يجب علينا أن نتذكر بأن الرئيس الفرنسي ماكرون حادث السيد بازوشكيان أكثر من مرة منذ أن تسلم الرئاسة الإيرانية. ربما المرة الأولى كانت لتهنئته على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، لكن بالمرات الثانية والثالثة كما أعتقد هو طالبه بالمساهمة والمساعدة في تأمين الأمن والاستقرار في بيروت في لبنان تحديدا. وبالتالي عندما تطلب فرنسا من إيران المساهمة، معنى ذلك بأنها تطلبها من أن تكون هي عنصر من عناصر الحل. وبالتأكيد يعني عندما يجتمع معاوني وزراء خارجية في جنيف اليوم الجمعة القادم، بالتأكيد سوف تكون التطورات الإقليمية على الطاولة. لكن هذه المقاربة أن يكون الأمن في لبنان مقابل شيء آخر في إيران، أنا لا أعتقد بأن الظروف الحالية الإقليمية تستطيع أو توفر لنا مجالا للتفكير بمثل هذه المقاربة. أنا أعتقد بأن الملف النووي الإيراني ربما أصعب كثير كثير جدا، لأن هناك خلافات عميقة بين إيران والولايات المتحدة، وبالتالي أنا لا أعتقد بأن هناك مقاربة بين ما يحصل في لبنان وما تريد إيران من ملف النووي، لأن الملف النووي الإيراني فيه كثير من التشعبات، يعني بداية من التخصيب وإلى المقاطعة الاقتصادية. الهجمات الإسرائيلية على جنوب اللبناني وما شاهدناه لحزب الله هي ورقة ضغط على فكرة إسرائيلية مقابل إيران. أوراق الضغط جميع الأطراف الآن تمارس مثل هذه الأوراق، وبالتالي في العلاقات الدولية الكل يعني الكل هو مستعد للعب بالأوراق التي يحملها من أجل تحقيق مصالحه أو مصالح ما يفكر به في المنطقة في أي مكان آخر. طيب أنا آسفة بس عشان الوقت هتخلص الساعة. دكتور أحمد، إيران رفعت نسبة التخصيب من 3.67 إلى 60%، ما يقارب 90%. الآن عندما يكون هناك حديث عن برنامج نووي جديد، كيف يمكن لفائض 60% المخصب أن يتم التعامل معه وفق القانون الدولي؟ وما الذي ممكن أن تطرحه واشنطن في هذا الشأن؟ يعني بالنسبة للفائض، إذا توصلت إيران إلى اتفاق مع الدول الأوروبية فكل هذه البنود سوف تبحث كيف ستتخلص إيران من الفائض المخصب. وكان في الاتفاق السابق في عام 2015 يعني كان هناك اتفاق على أن ينقل إلى موسكو، وبالتالي هذه مسألة بسيطة وتقنية يمكن حلها بسهولة. العقدة هي في أن هل إيران الحق بأن تنتج هذا السلاح وأن تملك التكنولوجيا دون مراقبة دولية؟ الآن يبدو لي أن إيران بدأت يعني تتجه نحو التوصل إلى اتفاق في ضوء التطورات التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط، وهذه التوجه الإيراني أعتقد أنه عقلاني ويقوم على فرضية أن إيران منذ البداية كان يقولون أنهم لا يريدون صناعة السلاح إنما يريدون امتلاك التكنولوجيا، وهذا يعني أن إيران بوسعها إذا امتلكت التكنولوجيا أن تنتج هذا السلاح في أي وقت تشاء، وهنا العقدة الأساسية التي سوف تواجهها إدارة ترامب. هل تقبل بذلك أم لا؟ نعم أو لا في أقل من 10 ثواني. 60% من اليورانيوم المخصب دكتور أحمد، معنى ذلك إيران امتلكت هذه التقنية؟ لا، ليس على الإطلاق أبدا، يعني تحتاج إلى مزيد من التقنية لصناعة هذه القنبلة، ثم تحتاج إلى تقنية لتركيبها على رؤوس نووي على صواريخ يمكن إيصالها إلى الهدف. يعني هناك عدة عقبات. شكرا جزيلا، ممكن نناقشها بعدين. من لندن الدكتور أحمد عجاج، أستاذ القانون الدولي والباحث في العلاقات الدولية، وأيضا ضيفنا من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. والشكر لكم أنتم أيضا مشاهدين، إلى اللقاء.